هذا ايه السلام عليكم صباح صباح اروح بيان شوف شكون اللي جا اليوم شوف شكون اللي جا في مسيرة عمر الرياض شوف خلاص كي جا هذا خلاص نديو الاستقلال ها السلام عليكم خوتنا خواتاتنا إذن في تحضيرات مسيرة تاع مونريال يوم السبت 2 جويلية رانا هنا منين امنيستي كما قلنا لكم خطر ماشي امنيستي لانه بكل بساطة لانه اليوم مونريال تقريبا مغلوقة في سبت الفيستيفال ولا الكارنفال تاع لي كارايب مغلوقة من كل الجهات فاحنا قاعدين نتلموا امام امنيستي في سان كاترين سيكونت سان كاترين هنا رانا في التقاطع تاع سان لورون بس نوري لكم الناس اللي ربما قاعدة تشوف باللي جاية دركا رانا في التقاطع تاع سان لورون وسانت كاترين انا قاعدين نتلموا هنايا من بعد نقدموا شوية لامنيستي لا ونحكموا طريق سانت يربان اذن خاوتنا رام هنايا واش قاعد يافيش كذاب راهي السلام عليكم صحيت كاميون بيبليسيتار راه هنا مازال ما شعلش لكن درك يشعل اذا الانطلاقه خاوتي غتكون على 12 قداش الساعه دركا دون 50 مينوت انفيرون غتكون الانطلاقه من على 50 دقيقه اذا ألفين وتنين وعشرين ألف وتمنمية وتنين وتلاتين مية وتسعين سنة من الاحتلال يعني السؤال اللي يطرح هل رايحين نزيدوا نكملوا زوج قرون وحنا تحت الاحتلال الفرنسي الغاشم ستين سنة ولاد الحركة ولادهم او احفادهم والبقية من عند الاستعمار الفرنسي اذا بربي ان شاء الله النضال متواصل حتى نتحصلوا على الحرية اللي رانا نحوسوا عليها خاوتنا المعتقلين خاصة هاد الثلاثة لي إسبانيا خاصة قامت بالاشتراك مع هذا النظام القمعي هذا النظام الجبان اللي ما يتعامل معه إلا من يحب الإرهاب ومن يحب الإرهابيين هذا النظام الإسباني اللي بعد خاوتنا للتعذيب هذا النظام الإسباني اللي قررنا أن نمر على القنصلية تاعه بينما ناس كثير للأسف مش كثير يعني كي نقولوا كثير ماشي من باب أنهم سيليكتيف في النضال نتاعهم إذن الحاجة المليحة أنه كنا رايحين ننطلقوا من بلاس كندا هي ربما هي المنطقة الأكثر هدوءا في مونريال يعني ما فيها حتى عب أو شتار بيج بجينا حتى أننا كنا في سانت كاترين وربما الممر الأكثر ازدحاما في مونريال خاصة في هذا البريود من العام في الصيف الناس كلها تجي تشوف سانت كاترين مشهورة يعني كحي أو كشارع الناس كلها تجي ليه نعم هادو مازالهم يا سي كريم
كيما قال اخونا كيمشي نحل كيمشي نحل ولا شوال ذبان. وهذا الشعار اللي هبلهم وهذا الشعار اللي جننهم وهذا الشعار اللي يجعلهم يخرجوا من العشوش نتاعهم مخابرات إرهابية في يديها الدم في يديها الدماء. كما تشوفوا مخابرات إرهابية حاطها في صدري، أنا نمشي بها في صدري مع أخونا اللي قتلوه حكيم دباز، اللي قتلوه المخابرات الإرهابية في السجون. هيا عبلة خرجي الجراد نتاعك، سونتر عنتر ديبارتمون دي رونسينيمون اي دو لا سيكوريتي الجيري. سينيور اي سينيوري كومي ستاي ستاتيفان؟ الحمد لله الحمد لله. صافا تاعك واش راك؟ والله الحمد لله الحمد لله. هاي هنايا نورمالمون هنايا شويه اللي ديروا برك لا ريح حتى 12 ونمشيو من هنا ان شاء الله ان شاء الله. هيا مركز عنتر وليت شكون؟ بويتر اللي لا كنت البار. اه راح يوصل الطوموبيل تاعو راح يدي الطوموبيل. سونتر عنتر ديبارتمون دو رونسينيمون اي دو لا سيكوريتي الجيري. ايسي اون تورتور اي اون فيول لي الجيريان. راك وليتو شيعه وشبعه. هيا هيا خرجوا الجراد خرجوا الجراد خرجوا الجراد يا جماعه خرجوا الجراد خرجوا الجراد. اي عبله خرجوا لنا الجراد نتاعكم. حكيم دباز ربي يرحمه، اسبانيا المتواطئه اسبانيا المتواطئه. في اسبانيا المتواطئة. اون فات يا جماعة ماشي اسبانيا برك، كل الدول لا كل الدول اللي تعتقد انها ديمقراطية على جال هذا خاصة. ومازلنا نشوف هو مازلنا نشوف مازلتوا تشوفوا من هذه البلدان مازلتوا تشوفوا العجب بالبلدان اللي تمشي براغماتي براغماتية البراغماتية نتاعهم ما عندهاش شويه شنو نقول لكم ما عندهاش لي ليميت. تحبس غير عندما يتقاس الشعوب نتاعها وتقاس هي شخصيا. اما انه تقاس حنايا نتقاسوا فما عندهاش مشكله. عندما حتى انهم كانوا يحميوا وربما الناس اللي يعيشوا عندهم ويسكنوا عندهم، لكن وصلنا لدرجة انهم حتى يسلموا الناس من اجل غاز يتحرك. وهم وجوه لي كريمينال اللي مازالوا في الواجهة. طبعا عم بالكم كون نروحوا العام اللي فات بركة في عيد الاستقلال اللي فات تشوفوا مثلا كان هذا وهادو ما كانوش، كانوا في بلاصتهم وحايد اخرين، لكن الحراك المبارك نحاهم هاو جابوا ثلاثة اخرين. ومن بعد درك نزيدو نطيروا هادو ولا ما ماتوش بقلوبهم والله لا ما قتلهمش كاش واحد، يموتوا طبعا بالقلب لانه ما بقالهمش. واش بقالكم؟ بقالكم تعيشوا قد ما عشتوا، وان شاء الله نبقاو نبدلوا فيكم حتى ان شاء الله تغيبوا عن الساحه الجزائريه وتلعانكم الاجيال. سيفيليان نوت ميليتاري ستيت ان الجيريا. اذا خاوتي 2 جويلية الذكرى 190، اليوم الذكرى 190 190 سنة 190 سنة من دخول فرنسا ثاني ما تنساوش، واليوم 60 سنة من الاستقلال المزعوم. لكنه في الحقيقة 190 سنة، بقاو 10 سنين يا محايم. أخونا إبراهيم العلامي واش دارولو؟ وما شفتوش هذا غيض من فيض
لو تشوفوا كرش ولا تشوفوا عقد رايحين تعرفوا مدى الاجرام تاع هذا السونتر اللي هو سونتر الجريمه المنظمه في الجزائر، ماشي سونتر الاخر، سونتر الجريمه المنظمه على 192 سنه 1832 خويا. رانا في بقاو 10 سنين، يعني كوني عيشنا ربي 2032 سلام شحال في الماكسيم خويا عماد الكابون خو ان شاء الله في 1800 لا عشنا 2032 رانا في 200 سنه 200 سنه استعمار. اتمنى فقط يعتقد الناس اننا نستناو في وقت او اننا شوفوا جماعه اللي راح يبقى في الساحه هنايا نقدروا نقولوا رانا في مرحله وين حما فيها الواطيس، لاننا في مرحله في معركه سلميه. المعركة السلمية المخابرات والنظام المجرم ما لقاش فيها روحه لانه ماهوش الطبسين نتاعو، ماهوش الصحن نتاعو اللي يعرف يتعامل فيه، هو يتعامل بالعنف هذا النظام. لما استطعنا اننا نحافظ على السلمية نتاعنا فكان لازم يحمى الواطيس من جهته، فلقى لاستيس وهي انك تهز يدك فانت ارهابي، فاصبح يصنف في الارهاب، يعني هي صفه يتميز بها بامتياز. وهبل عندما قرر الشعب ان المافيا العسكريه ومخابراتها هم الارهاب الحقيقي. عندما قرر الشعب هذا الامر اصبح بالنسبه للنظام شيء اكثر من حيوي بالنسبه له، أكثر من وجودي بالنسبة له. أصبح هذا النظام يقول لك بكل بساطة أنه لازم نلقاو صفة نحطوها فيهم باش يحمى الواطيس. والمعركة كي يحمى الواطيس يبان الخبيث من الطيب، ويبان يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهنا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. علاش؟ عندما تشوف ناس قاعدين يقولوا انهم حراكيين وما يعاودوا في نفس السيناريو في نفس الكلمات، اسمعوا مليح، يعاودوا في نفس الكلمات نتاع النظام، نفس كلمات النظام ويتهموا اخوانهم اللي راهم معاهم في المعركه بصفه ما يقدروش يقولوها على النظام. هنا تعرفوا باللي المعركة وصلت لواحد المرحلة انه يجب ان يكون اللي عنده قلب حر حقيقة يكون في الميدان، وانتهى الامر. اللي خايف من صفة يحطها فيه النظام الارهابي مبروك عليه النظام، بكل بساطة مبروك عليك النظام. اذا انا في كل مرة نكون مع خاوتي في الميدان، خاصة في هذه المسيرات وهذه اللي تخليك تتذكر حقيقة الشهداء، تخليك تتذكر حقيقة التضحيات اللي قاموا بها جدودنا. العام الأول تاع الحراك إذا تذكروا كل جمعة واش نقول لك، كل جمعة تقريبا صادفت مثلا ذكرى تاع وفاة واحد من الشهداء. كل جمعة واحد نوفمبر طاحت في نوفمبر، في واحد نوفمبر 5 جويلية طاحت في 5 جويلية إذا تذكروا، كل الذكرى 5 أكتوبر طاحت في الجمعة. اشتهر بأنه يعني حتى الشهداء ربما لم يكرموا من 62 كما كرموا في العام الأول تاع الحراك. هذه خلات الروح تاع الاستقلال والروح الثورية تعاود تتجدد في دماء الجزائريين. وهذه ما تساعدهمش الأنظمة اللي كيما هكا، ما تساعدهمش. وإدخال الكورونا للجزائر ومن بعد يتقهر خاوتنا في الجزائر، ومن بعد الضغط على خاوتنا في الجزائر حتى أنهم أصبحوا يحرقوا في الناس حيين، ويحرقوا ويقطعوا في خونا جمال بن اسماعيل ربي يرحمه، اللي عن قريب تكون ذكرى نتاع الاستشهاد نتاعو او الاغتيال نتاعو
يعني باش تشوفوا برك الى اي درجه هذا النظام قادر. اذا شو نقول لكم، سنواصل المشوار حتى ان شاء الله، حتى ان شاء الله يقضي الله امرا كان مفعولا. السلام عليكم، راح ندخل لكم بعد باش نزيدوا نوريو. سلام، شحوالك خويا؟ لاباس؟ مرحبا، صافا لاباس.